أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. نستكمل اليوم سويا إنجازات ثورة 19 وآثار ثورة 19 في مصر الكبرى. ثورة 19 أول ثورة قومية كما تحدثنا عنها من قبل. ثورة 19 أثبتت أن مصر الدولة المدنية الحديثة التي لا تمزق شعبها العصبيات الدينية أو القومية. وصلت معاكم الأسبوع اللي فات لحد إنجازات وزارة الشعب، إنجازات وزارة الشعب وما ترتب عليها والارتباط بين وزارة الشعب وما تم في الفصل الثالث. طيب في عندنا أسئلة معلش كنا هنقولها مع بعض، طرحتها الأسبوع اللي فات، الوقت ما إيه ما قضاش، نشوف مع بعض بسرعة كده. أول سؤال عندي صح وغلط، تم عزل عباس حلمي الثاني، تم عزل عباس حلمي الثاني 1914 وتعيين مين؟ عمه حسين كامل طبقا لفرمان 1866. بنقول العبارة ايه؟ غلط. غلط ليه؟ بنقول نظرا لإلغاء السيادة العثمانية على مصر مع إعلان الحماية الإنجليزية، فأصبحت إنجلترا هي المتحكمة في العزل والتعيين. ده أول سؤال. السؤال الثاني اختر، تأثرت وزارة الشعب بسياسة نقط، يعني وزارة الشعب هنا تأثرت بسياسة مين؟ ايه التأثير اللي طرأ عليها من سياسة كرومر، جورست، دافرين، وينجت؟ نقول تأثرت بسياسة ايه؟ دافرين. طب ليه دافرين بالتحديد؟ نقول لان دافرين يا استاذ عمل ايه؟ عمل سياسة النجلزة. وزارة الشعب عملت التمصير، تمصير الوظائف والادارات. تأثرت وزارة الشعب في نظام الإصلاح الزراعي، مين اللي أثر عليها؟ البنك الأهلي، الوكالات التجارية، البيوع الجبرية، الاستثمارات الأجنبية، مين اللي أثر عليها؟ اللي أثر على وزارة الشعب عندي البيوع الجبرية، فاضطر سعد زغلول إن هو يبيع جزء من أراضي الدولة لصغار الفلاحين. كان هناك علاقة بين الاستثمارات الأجنبية في ظل الاحتلال البريطاني ووزارة الشعب، هل العبارة صح؟ في علاقة نقول الاستثمارات الأجنبية، سيطرة الشركات والوكالات التجارية على الاقتصاد. جت وزارة الشعب عملت على ايه؟ تخليص الاقتصاد من السيطرة الأجنبية. كان هناك علاقة بين البيوع الجبرية وزارة الشعب، لسه قايلينها العبارة صح، وبنتكلم على بيع أرض الدولة للفلاحين. كان هناك علاقة بين السياسة المالية الإنجليزية في مصر وزارة الشعب، نقول صح، البنك الأهلي وربط العملة المصرية بالعملة الأجنبية، سعد طبعا فصل العملة المصرية عن الأجنبية. اختر، قامت وزارة الشعب بفصل العملة المصرية عن الإنجليزية بسبب البنك الايه؟ الأهلي. أنا قلت لكم الأسبوع اللي فات أنا بحط لك نقطتين على كل نقطة، نقطة اختار ونقطة ايه صح وغلط. كان هناك علاقة بين سياسة دنلوب ووزارة الشعب، العبارة صح، نقول دنلوب هنا عمل ايه؟ بوظ التعليم نهائي وأهمله دعور التعليم وانحصر في فئة ايه؟ قليلة. طيب جاء سعد عمل ايه؟ عمل على زيادة ميزانية وزارة المعارف، زود الفلوس بتاع التربية والتعليم ومشروع قانون الإجباري لتعليم البنين والبنات. اختر، تأثرت أعمال وزارة الشعب بكرومر، دانلوب، وينجت، مصطفى كامل، تأثرت بمين؟ بدانلوب في التعليم. صح وغلط، أثر دستور 23 على الحياة السياسية في مصر منذ صدوره حتى ثورة يوليو. العبارة صح. بتقول ليه؟ لأن أصبح من حق الملك حل البرلمان دون قيد أو شرط مع إقالة الوزارة مهما حازت على ثقة الإيه؟ الشعب. فتعارضت هذه المواد مع المادة كام؟ 23، الأمر الذي أثر على الحياة السياسية في مصر منذ صدوره حتى ثورة يوليو. صدر تصريح 28 فبراير 1922، تصريح فبراير صدر 922 وتشابه مع نقط فرمان 66، 67، 72، بنقول تشابه مع فرمان كام؟ 73، كل منهم كان استقلالا ناقصا، كل واحد كان يعتبر استقلال ناقص. ظلت مصر تحت الحماية البريطانية مدة نقط عام 8 12 56 74، نقول 8 سنوات. ليه يا استاذ؟ الحماية تم اعلانها 14، الغاء الحماية 922، الفرق بينهم 8 سنوات، انما ظلت تحت الاستعمار 74 سنة. صح وغلط، فشلت مفاوضات سعد زغلول مع لجنة ميلنر. العبارة هنا ايه؟ تاني كده،
فشلت مفاوضات سعد زغلول مع لجنة ميلنر. العبارة غلط. ليه؟ نقول فشلت مع ميلنر بس. بص كده في كتاب المدرسة عندك، مفاوضات سعد ميلنر وعدم الوصول إلى حل، لأن ميلنر قال لك استقلال سوري وسعد زغلول استقلال إيه؟ تام. كان فشل مفاوضات سعد زغلول في صالح القضية المصرية 21. العبارة صح. ليه؟ لأن بفشل نفي سعد وإصدار تصريح 28 فبراير الذي أدى إلى إلغاء الحماية البريطانية على مصر. صح وغلط. أدرك ميلنر وعي الشعب المصري واتحاده والتفافه حول سعد. العبارة صح. ليه؟ بسبب مقاطعة من اللي قاطع بقى الشعب المصري اللجنة بناء على تعليمات سعد من الخارج، الأمر اللي أدى إلى فشل التفاوض مع لجنة ميلنر. صح وغلط. لم يتأثر حزب الوفد بنفي سعد زغلول في مصر، يعني الحزب ما تأثرش في مصر. عبارة صح. ليه؟ عشان عبد الرحمن باشا فهمي سكرتير لجنة الوفد عمل جهاز سري من الشباب المتحمسين ونظم الحركة الوطنية ونقابات عمالية. صح وغلط. لم يتملك سعد زغلول اليأس بعد مؤتمر الصلح. العبارة هنا ايه؟ صح. ليه؟ ظل في الخارج يناشد برلمانات الدول لإسقاط الحماية ويعطي أملا للشعب المصري في الاستقلال. سعد زغلول قارئ جيد للتاريخ. العبارة صح. استفاد من مين؟ من مصطفى كامل. امتى؟ بعد حادثة فاشودة، حيث لم يتملك مصطفى كامل اليأس، وقال عبارته الشهيرة: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وبدأ في تبصير الناس بخطورة الاحتلال. تمام. اختر. كان العامل المساعد في مقاطعة الشعب المصري لجنة ميلنر. العامل المساعد سعد، حزب الوفد، الانجليز، عبد الرحمن. نقول طبعا عبد الرحمن باشا فهمي كان بينفذ تعليمات مين؟ سعد زغلول من الخارج بضرورة مقاطعة الشعب الايه؟ للجنة. اتبع سعد زغلول صح وغلط بعد مؤتمر الصلح اسلوب الكفاح الوطني في القرن ال19. العبارة تاني. اتبع سعد زغلول بعد مؤتمر الصلح واسلوب الكفاح في القرن ال19. العبارة صح. بنقول اسلوب مصطفى ايه؟ كامل اللي لسه قاله من شوية. لم يتملكه الايه؟ اليأس، وظل يناشد برلمانات اوروبا ويخطب فيها لاسقاط الحماية زي مصطفى ايه؟ كامل. هنبدأ النهاردة معاكم درس جديد في نتائج ثورة 19، مفاوضات سعد ماكدونالد. طيب احنا الاسبوع اللي فات وقفنا على انجازات وزارة الشعب. طبعا شايف كل الاسئلة دي، حوالي بتاع 20 سؤال، كل الاسئلة بتتكلم على وزارة الشعب وانجازاتها. طبعا الوزارة هنا لما عملت الكلام ده كان في سؤال واحد انا ما قلتوش الاسبوع اللي فات، ما لحقش الوقت ما اسعفنيش، بس هنقوله مع بعض. برضو كان اختار: هناك علاقة بين انجازات وزارة الشعب وما قام به نقط. مين بقى اللي نقط؟ 1 توفيق، 2 عباس حلم الثاني، 3 فؤاد، ركز معايا، 4 عبد الرحمن فهمي. كان هناك علاقة بين إنجازات وزارة الشعب وما قام به مين؟ ها؟ وما قام به مين؟ توفيق، فؤاد، عباس، عبد الرحمن فهمي. بنقول عباس، اللي هي إيه بقى؟ زيادة الحركة الوطنية في السودان. طب إيه علاقة عباس؟ لأن عباس 1899 اللي وقع الاتفاقية مع الإنجليز بشأن الحكم المشترك على مين؟ على السودان. فلما جت وزارة الشعب هنا بقول زيادة الحركة الوطنية في السودان، وكان هدفها تحرير وادي النيل من الاحتلال البريطاني، الأمر الذي أغدر بريطانيا، لأن بريطانيا كانت ترمي إلى فصل مصر عن السودان. هنبدأ في مرحلة المفاوضات على المستوى الأعلى من المستوى اللي فات. بتكلم على سعد زغلول رئيس أول وزارة منتخبة في مصر هنا في العصر الحديث. سعد زغلول من أول أو من أصول ريفية يتولى وزارة مصرية في عهد أسرة محمد علي. سعد زغلول بدأ في سياسة المفاوضات في ظل الحكم الدستوري، يعني بعد إصدار دستور كام؟ 23. سعد زغلول هيفاوض مين؟ مفاوضات على مستوى عالي. سعد رئيس وزراء مصر يفاوض ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا، أول مفاوضات في ظل الحكم الدستوري. طبعا سعد لم يكن لينا في طلب الاستقلال، ولكن كل هدف سعد مطالبة بالاستقلال التام وجلاء القوات الإنجليزية عن مصر. طبعا احنا عندنا في تحفظات 4 في تصريح فبراير. طب نشوف كده موقف سعد.
سعد متمسك بالاستقلال التام لمصر. طيب ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا أصر على التدخل في السياسة الداخلية والسيطرة على السياسة الخارجية وبقاء قوات إنجليزية في منطقة السويس. طب موقف سعد إيه؟ ده هنا في تحدي أهو، فشلت المفاوضات، فشل خلاص كده. طب المفاوضات لما فشلت حصلت كارثة. إيه الكارثة؟ اغتيال السير لستاك. مين السير لستاك؟ قائد الجيش المصري في السودان. هنا في كارثة بالفعل، حادثة اغتيال السير لستاك أو السردار. السير لستاك ده قائد الجيش المصري في السودان، بس هو مش قاعد في السودان. سردار أو قائد الجيش الإنجليزي المصري قاعد هنا إيه في مصر؟ قاعد في شارع القصر العيني، متطرفين وطنيين مصريين قاموا باغتيال السير لستاك متصورين أنهم بذلك يخدمون القضية الوطنية للضغط على بريطانيا لمنح سعد زغلول الاستقلال والجلاء. ولكن هذا الاغتيال عمل كارثة. إزاي؟ ألحق ضررا فادحا بالقضية الوطنية، عمل كارثة كبيرة على القضية الوطنية في مصر. طب ليه؟ ليه اغتيال السير لستاك عمل كارثة؟ على طول انجلترا وجهت انذار لوزارة سعد. طبعا انذار شديد اللهجة، بيقدم ايه؟ واحد دفع نص مليون جنيه، مصر هتدفع نص مليون جنيه غرامة من القتيل. طب اتنين، سحب الجيش المصري من السودان. امرت انجلترا قواتها باحتلال الجمارك في الاسكندرية. ركز معايا. طبعا وجهوا لهم لسعد بشكل كبير، قالوا له تدفع نص مليون جنيه غرامة، الناس بتوعك هم اللي قتلوا السردار او قائد الجيش المصري في السودان، وتسحب الجيش المصري، وده اللي كان عايزاه انجلترا عشان تفصل مصر عن السودان. ثم امرت انجلترا قواتها باحتلال الجمارك في الاسكندريه. موقف سعد ايه هنا بقى؟ اجبار سعد هنا على تقديم الايه؟ الاستقاله. تبقى سعد قدم الاستقاله، مشي سعد. طب لما مشي سعد كلف الملك الوزاره لمين بقى؟ احمد زيور. تبقى الف الوزاره بعد سعد زغلول احمد زيور باشا، والذي قبل الانذار. يعني احمد زيور قبل الانذار، قال خلاص مفيش مشكله، احنا ايه هنسحب الجيش المصري وندفع النص مليون جنيه ايه غرامه. خلي بالك هنا، يعني نقدر نقول هنا محاوله او اغتيال السردار او السير لستاك قائد الجيش المصري بالفعل الحق ضرر بالايه؟ بالقضيه الوطنيه، لان هنا اغتيال السير لستاك او الحادثه دي بالذات كان السبب في تقديم سعد زغلول للاستقاله وتاليف وزاره جديده برئاسه احمد زيور وانتكاس الحركه الوطنيه وغياب الديمقراطيه بعد هذا الاغتيال. كارثه كبيره. طب هنشوف مع بعض كده ايه اللي حصل. من العنوان بنستشف ايه اللي حصل؟ انتكاس الحركه الوطنيه وغياب الديمقراطيه بعد مقتل السير لستاك. ليه؟ اول حاجه عندنا مين؟ الملك حكم حكم ديكتاتوري. الملك حكم حكم ديكتاتوري مستند لتأييد مين؟ الانجليز. مستند الى ايه؟ ان في صدام دب ما بين مين؟ ما بين الوفد وما بين الانجليز. في مشكله بين الوفد وانجلترا النهارده. طب حصل انتكاسه في الحركه الوطنيه وغابت الديمقراطيه، بيسموها انطفاء جذوه الحركه الوطنيه. الملك حكم حكم ديكتاتوري، مين اللي بيأيد الملك في حكمه؟ الانجليز. الصدام بين الوفد والانجليز ادى الملك فرصه. طب الملك عمل انتخابات، ركز معايا، حل الملك البرلمان الجديد. في انتخابات تمت، في برلمان نجح. الملك حل البرلمان امتى؟ في نفس يوم انعقاده. نفس يوم انعقاده، اليوم اللي اتعمل فيه البرلمان، اتحل البرلمان. دي بنسميها هنا بداية عبث الملك بالدستور والحياة الدستورية. الملك ما بيحبش الوفد. فينا عندي حاجات ناقصة في الكتاب. يعني أنت عندك وزارة زور لما جت، الملك قال لزور حل البرلمان الوفد بتاع سعد زغلول اللي نجح الأسبوع اللي فات بنسبة 90%. الكتاب ما أشارش ليها. رجع الملك كلف على إيه؟ أحمد زور بعقد انتخابات، إقامة انتخابات، عمل انتخابات. الناس كلها تكاتفت مع الوفد، نجح حزب الوفد، الملك بيكره الوفد، حل البرلمان في نفس يوم انعقاده، كل ده الكتاب ما قالوش.
عشان بس احنا بنلاقي نفسنا احنا بننط هنا نطات سريعه كده، فبنقول نقطه عندي هنا واحده اهي، الملك حكم حكم دكتاتوري، حل البرلمان الجديد في نفس يوم انعقاده منتهكا بذلك الدستور واحكامه. طيب جميل، النتيجه ايه؟ ركز معايا، مين اللي زعلت هنا؟ ركز كده عشان مش واضحه شويه في الكتاب. غضب الانجليز. يا راجل، هل انجلترا هتزعل من تعطيل الحياه النيابيه في مصر؟ اه انجلترا زعلت. طب ليه انجلترا زعلت من تعطيل الحياه النيابيه؟ لان الوقت هنا الحياه النيابيه لما بتقف الشعب بيزعل، والشعب لما بيزعل اتعود على المقاومه والسلبيه، يبطل شغل، الشعب بطل شغل، مصالح انجلترا تقف. طب نقول غضب انجلترا من ايه؟ تعطيل الحياه النيابيه. وتدخلت مستخدمه القوه العسكريه، بيسموه التدخل السافر، ضد مين؟ الملك. انجلترا حبيبه الملك استخدمت القوه العسكريه ضد الملك واجبار الملك على عودتها. ايه عودتها دي؟ اللي هي الحياه النيابيه. طيب تاني، تبقى غضب الانجليز من تعطيل الحياه النيابيه وتدخل السافر، فتدخلت انجلترا واجبرت الملك على عودتها اللي هي الحياه النيابيه. اعمل انتخابات. الملك ما قدرش يتكلم، الملك عمل انتخابات. طب لما عمل انتخابات مين دايما اللي بيفوز؟ حزب الوفد. مين اللي هيألف الوزاره؟ سعد زغلول. مين اللي زعل تاني؟ الانجليز. طب ما انجلترا اللي قالت الملك يعمل انتخابات بس مش عايز سعد في الوزاره، فتدخلت انجلترا برضو لعدم تولي سعد الوزاره، فقام الملك بتعيين عادلي باشا يكن رئيسا للوزراء، وكانت من الوزارات الائتلافيه اللي انا شرحتها لك الاسبوع اللي فات. وزاره ائتلافيه يعني مكونه من اكتر من حزب، كان فيها حزب الوفد والحزب الوطني وحزب الاحرار الدستوريين. طب الملك يعمل ايه بقى هنا؟ الملك هنا مبسوط. مبسوط ازاي؟ بدأ يشجع. بيشجع مين الملك؟ أحزاب الأقلية على ضرب حزب الوفد داخل حكومة الائتلاف. يعني الملك بدأ يشجع أحزاب الأقلية اللي منها الشعبية إنها تضرب حزب الوفد اللي كان شغال في وزارة الائتلاف مع عادل يكن، والعمل على عودتها. عودتها هنا اللي إيه؟ حكومات الأقلية. الملك عاوز يرجع حكومات الأقلية ويلغي كل الكلام القديم اللي حصل بعد ثورة 19 وبعد تصريح فبراير وبعد إصدار دستور كام؟ 23. طيب تمام، نيجي ناخد معانا كده كام سؤال ونشوف الدنيا فيها إيه. أول سؤال ماشي، بنقول صح وغلط، حاجة بسيطة أهي. ألحقت حادثة الاغتيال للقائد الإنجليزي ضررا بالقضية الوطنية. العبارة صح ولا غلط؟ حادثة اغتيال السردار للساك الحقت ضرر بالقضية الوطنية. طيب الحاجة التانية، نقول اختر او نقطة فيها، تم سحب الجيش المصري من السودان بعد، ركز معايا، تم سحب الجيش المصري من السودان بعد، واحد استقالة سعد، اتنين وزارة زيور، تلاتة حل البرلمان، اربعة عودة الانتخابات. سؤال تاني، تم احتلال الانجليز للجمارك، احتلال انجلترا للجمارك قبل تقديم سعد الاستقالة من الوزارة، صح ولا غلط؟ نقول خالف الملك الحياة الدستورية عندما حل البرلمان نفس يوم انعقاده. خالف الملك الحياة الدستورية عندما قام بحل البرلمان في نفس يوم انعقاده، صح وغلط برضو؟ كان للإنجليز دور
في ضرب الحياة النيابية بعد حادثة اغتيال السردار. كان الانجليز دور في ضرب الحياة النيابية بعد حادثة اغتيال السردار لحادثة السيرلستيك. طيب ده الجزء الاولاني. هنبدأ نتكلم بقى عن ازمة كبيرة. ايه الازمة الكبيرة دي؟ ازمة الوزارة. طبعا انا عندي كان حوالي 8 وزارات متتابعين في الفترة دي. 8 وزارات. طبعا الكتاب كان فيه تعديل شال وزارات كتيرة، فهنقول يعني الوزارات الموجودة. اول وزارة عندي واحد بنقول وزارة محمد محمود. وزارته هنا بتعتبر من وزارات الايه؟ وزارات الاقلية. وزارات الاقلية يعني وزارة الاقلية يعني محمد محمود يستمد الثقة من الملك، يعني الملك عينه من غير انتخابات. طب محمد محمود ده مسك امتى؟ 1928. قعد سنة مش سنة، 29. محمد محمود ده كان رئيس حزب الاحرار الدستوريين، وحزب الاحرار ده حزب اقلية. محمد محمود عمل ايه يا استاذ؟ محمد محمود عطل الحياة النيابية. عطل الحياة النيابية. اول ما مسك قال لهم انا هقفل مجلس النواب ده 3 سنين قابلين للتجديد، وهنقفل تاني بعد ما نفتح. طب اتنين، عطل الحريات الشخصية. كل الحريات الشخصية وقفت، حرية الرأي والاعتقاد والاجتماع والصحافة، كل ده ايه؟ اتلغى. عرفت وزارة محمد محمود بوزارة القبضة الحديدية. بس خلص محمد محمود. تبقى محمد محمود من وزارات الأقلية، محمد محمود يستمد الثقة من الملك، مشي 29، كان رئيس حزب الأحرار الدستوريين، عطل الحياة النيابية مجلس النواب، وفي الآخر عطل الحريات الشخصية. قالوا على وزارة القبضة الحديدية زي كرومر وكيتشنر. ما كملش الثلاث سنين، مشي 1829. في عنده وزارتين ساقطين هنا في الكتاب. جاء بعده ايه؟ عدلي يكن، وبعد عدلي يكن جه النحاس، لان سعد زغلول اللي توفى في اغسطس 1827، الاثنين دول مش موجودين. وراح ايه؟ نقل على طول على وزاره جديده من وزارات الاقليه، وهي وزاره اسماعيل صدقي. اسماعيل صدقي جاء من 1930 صدقي ل 1933. حكم 3 سنين اسماعيل صدقي حكما دكتاتوريا ثقيلا على البلاد، يستمد الثقة من الملك، وكانت وزارته تغير لصالح الاوتوقراطية. يعني ايه تغير لصالح الاوتوقراطية؟ يعني ايه الاوتوقراطية؟ ها؟ يعني ايه وزارته تغير لصالح الاوتوقراطية؟ يعني لصالح الملك. الراجل ده عمل ايه؟ حل البرلمان الوفدي. بس لا، لغى دستور كام؟ 23. بس لا، عمل دستور جديد اسمه دستور 1930، زود فيه صلاحيات الملك. الامر اللي ادى الى اشتعال ايه؟ الصراع الحزبي وانشغال الشعب. الشعب كله انشغل عن الصراع، ركز في دي كده، ضد الانجليز. امال الشعب ساب الانجليز وبيضرب في مين؟ الى الصراع ضد الحكم الدكتاتوري. 3 سنوات طبعا حكم تقيل على البلد، الملك شاله. قبل ما ننقل عن الايه الراجل ده، اسماعيل صدقي بقول وزارته تغير لصالح النظام الاوتوقراطي، يعني الظلم والحكم الفردي، يستمد الثقة من الملك. الراجل ده عمل حاجات كتيرة جدا اثارت غضب الشعب المصري في 3 سنين. اول حاجة حل البرلمان الوفدي. جه منين البرلمان الوفدي ده؟ حاجة برضو ساقطة في الكتاب معانا. طب بعد البرلمان الوفدي محله اللي كان جاي نتيجة انتخابات النحاس، راح لاغي دستور 23، عمل دستور 30، زود صلاحيات الملك. طب انت لما بتلغي دستور 30، 23 يجيب 30، وبتزود صلاحيات الملك، وبتفرض على البلد حكم دكتاتوري ثقيل، كيف للشعب ان يقاوم انجلترا؟ انت قاوم انجلترا ازاي؟ هقاوم حرية الرأي، الصحافة، الاجتماعات، المظاهرات، التعبير. طب انت عطلت كل ده زي محمد محمود.
طب الشعب هيقاوم ازاي؟ فبدأ الشعب يسيب النضال ضد الانجليز الى النضال ضد الحكم الدكتاتوري، اي ضد الملك ووزارة مين؟ صدقي. طب الملك شال مين؟ صدقي. راح جايب الوزارة عندي رقم 3 في الأزمة، وزارة توفيق نسيم. وزارة توفيق نسيم تولى توفيق نسيم رئاسة الوزارة. امتى توفيق نسيم مسك الوزارة؟ 34. طب توفيق نسيم وزارة ايه برضو؟ بنقول قبل كده وزارة اقلية. احنا ما خدناش ان توفيق نسيم عمل انتخابات زي حزب الوفد. طب هنقول بقى في عهده، انا ما اتكلمش عنه خالص، انا اتكلم عن اللي حصل في عهده. توتر. مين اللي توتر؟ الوضع الدولي. دي حاجات بره البلد اهي. طب ليه الوضع الدولي توتر؟ 1935 احتلال. احتلال ايه؟ الحبشه. طب مين اللي احتل الحبشه؟ ايطاليا. ايطاليا احتلت الحبشه. ايه اللي يخصنا؟ اقتراب الحرب العالميه الثانيه. طب الحرب العالميه الثانيه هتقوم، ايه اللي هيخصنا برضو؟ ركز معايا تاني كده، بص بسرعه في عجاله، ادي الخريطه بتاعت افريقيا اهي. احنا خدنا قبل كده ايه؟ بعد تقسيم او بعد خروج الجيش المصري من السودان تم تقسيم املاك مصر في الجنوب. ادي مصر اهي، ادي السودان اهي، ادي ايطاليا خدت منطقه القرن الافريقي ومعاها اريتريا وراحت واخده الحبشه مع وجود ايطاليا فين؟ في ليبيا. يعني ايطاليا حاصرت انجلترا في مصر وايه؟ والسودان. قامت الحرب العالميه الكام؟ الثانيه، او بنقول تلبد الاجواء واقتراب الحرب العالميه الثانيه. طب الحرب لما قربت تقوم، حزب الوفد بره الحكومه عاوز يعمل ايه؟ تنظيم. هينظم ايه؟ العلاقه مع الانجليز في الحرب بشان التحفظات الاربعه. الكلام معناه ايه؟ هنعمله بصوره معادله. مصطفى النحاس اللي هو رئيس الوفد الجديد عاوز ايه؟ الغاء التحفظات الاربعه. طب مين اللي في ايده ممكن يلغي التحفظات الاربعه دي؟ وهيلغوهم ازاي؟ مقابل. مقابل ايه؟ مقابل اشتراك مصر في الحرب العالميه الثانيه لصالح الانجليز. ركز كده معايا تاني معايا اهو. طب مصطفى النحاس دلوقتي عندي عاوز يلغي التحفظات الاربعه لان الحرب قربت تقوم. فراح ايه النحاس قبل انجلترا قال لهم ايه؟ احنا هنساعدكم في الحرب العالميه الثانيه ونقف معاكم لصالح الانجليز على شرط ان كنتوا ايه؟ تنظموا معانا العلاقه. عايزين ننظم الايه؟ العلاقه. طب هننظمها ازاي؟ مفيش حاجة اسمها مساعدة كده لله، احنا نعمل معاهدة تلغي التحفظات الأربعة مقابل المساعدة. طب مين اللي رد عليها يا أستاذ؟ إنجلترا. قال لك تهربت. إنجلترا تهربت، ما ردتش عليه، ما ردتش. تهربت إنجلترا وأعلنت على مين بقى؟ لسان وزير الخارجية الإنجليزي. مين وزير الخارجية الإنجليزي؟ صامويل هور. قال إيه صامويل هور؟ ان بريطانيا، احنا مش عايزين نعمل معاهدات، تفضل ايه؟ التعامل مع مصر بحرية وبغير قيود. انتوا ليه بتعقدوا الموضوع؟ انت بتقول دلوقتي ايه؟ انتوا عايزين تنظموا العلاقة معانا بشأن التحفظات الاربعة. يعني نلغي التحفظات الاربعة مقابل اشتراككم ايه لصالحنا فين؟ في الحرب العالمية ايه التانية. هو لازم معاهدة؟ لا، احنا مش عايزين نعمل معاهدات. انجلترا اتهربت وقال وزير الخارجيه الانجليزي صامويل هور ان بريطانيا تفضل التعامل مع مصر بحريه وبغير قيود. حينئذ بعد هذا الاعلان اشتعلت الثوره وبدات البلاد تموج بالمظاهرات. مظاهرات في كل مكان، وتالفت جبهه وطنيه لعوده الدستور كام؟ 23 وعقد المعاهده. انجلترا دوله داخله على حرب مش عايزه قلق في المستعمرات. الحرب هتقوم 39 صحيح، بس في هناك تلبد بالاجواء العالميه. انجلترا هنا اتحاصرت في مصر والسودان من ايطاليا، واصبحت ايطاليا خطرا محدقا على انجلترا في وادي النيل. الصحافه العالميه كتبت الوضع العالمي كله ملتهب، في حرب هتقوم. انجلترا عايزه المستعمرات هاديه. الشعب المصري هنا عمل مظاهره، اندلعت المظاهرات. ركز معايا، دي ثوره كبيره الناس ما بتاخدش بالها منها. ثوره نوفمبر.
نوفمبر 1935 جت في الامتحان في سنة ما حدش عارف الثورة دي فين. الثورة دي موجودة في معاهدة 36 في ظروف المعاهدة في وزارة توفيق نسيم، مكان هنا اهو في وزارة توفيق نسيم. نركز مع بعض. ثورة نوفمبر 35 اشتعلت البلاد وبدأت تموج بالثورة، وتعطلت المواصلات وزادت الاشتباكات في الدولة، وتألفت جبهة لعودة الدستور وعقد المعاهدة. عايزين الدستور نرجع 23 ونلغي 30 ده ونعمل المعاهدة. طب انجلترا موقفها ايه؟ قال لك انجلترا خلاص اعلنت موافقتها، قالت خلاص انا موافقة على عقد الايه؟ المعاهدة، وامرت الملك بعودة ايه؟ دستور كام؟ 23. بس في شرط. ايه الشرط يا انجلترا؟ ان المعاهدة مالها تكون مع كل ممثلي الشعب من الاحزاب السياسية حتى لا تتضمن الكثير من المزايدات. احنا مش عايزين نعمل معاهدة كل شوية واحد يقول لي نزود فيها، كل الاحزاب السياسية وممثلي الشعب يحضروا معانا في المعاهدة عشان ما نجيش نزود بعد كده في المعاهدة. طب تمام، كله هيحضر دلوقتي ما عدا الحزب الايه؟ الوطني، هو اللي ما حضرش علشان لا مفاوضات الا بعد الجلاء وجهة نظره. مين اللي هيمضي على المعاهدة؟ رئيس الوزراء توفيق نسيم. توفيق نسيم قبل ولا رفض؟ رفض، وقدم الاستقالة. المعاهدة مش هتدخل مصر الجنة، المعاهدة هتدخل مصر جهنم. انت هتحارب مش اي حرب، دي الحرب العالمية التانية ضحياها بالملايين. توفيق نسيم قال انا ما وردش البلد في حرب زي دي، قدم الاستقالة. طب بناء على ذلك الملك راح مألف وزارة جديدة، وزارة علي ماهر. علي باشا ماهر السياسي المخضرم حلل العقد، قال لعلي ماهر خلاص انت اللي هتشكل الايه؟ المعاهدة والوزارة، واعمل لي ايه؟ اللي هقول لك عليه ده مرسوم في فبراير، خلي بالك من المراسيم. المرسوم ده فبراير 1936. المرسوم ده امر من الملك بتشكيل لجنة المفاوضات مع انجلترا. شوية خلي بالك كده، هقول المرسوم تاني اهو. مرسوم فبراير خاص بايه؟ بوفد المفاوضات مع الانجليز. مرسومين في مارس لاجراء انتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ. الامر اللي انتهى بالانتخابات ونجاح حزب الوفد. طب لما نجح الوفد مين اللي الف الوزاره؟ ها مين رئيس الوفد دلوقتي؟ مصطفى النحاس اللي الف الوزاره وعقد الايه؟ المعاهده مع الانجليز. نخلي بالنا تاني كده، تبقى في عندي مرسوم في فبراير يعني امر ملكي. المرسوم صدر لمين؟ لعلي ماهر وفد المفاوضات. مرسومين في مارس اعمل لنا انتخابات لمجلس الشيوخ والنواب واجريت الانتخابات وفاز فيها حزب الوفد، الف النحاس الوزاره وهيعمل المعاهده. طب نخلي بالنا كده قبل الايه؟ المعاهده. طبعا الجزئيه الاخيره دي اللي هو علي ماهر فيها تولى رئاسه الوزراء. طبعا علي ماهر بناء على مرسوم الملك هيعمل وفد المفاوضات ويفاوض انجلترا. مفاوضه انجلترا مع ايه؟ علي ماهر طبعا هتعمل ازمه. ليه؟ علي ماهر قال للملك احنا هنعمل المعاهده ليه؟ احنا ما طلبناش المعاهده. اللي طلب المعاهده واصر عليها وعمل المشكله مع بريطانيا وثوره نوفمبر هو النحاس حزب الوفد. طب الملك ما بيحبش الوفد مش هيعينه، احنا ما نعينوش، احنا بنعمل انتخابات هو بينجح يجي ايه؟ الوفد. قالوا طب خد مرسومين لاجراء انتخابات لمجلس الشيوخ والنواب. عملوا الانتخابات، فاز الوفد، مين اللي شكل الوزاره؟ بناء على الحياه الدستوريه اللي بيشكل اغلبيه البرلمان هو اللي بيشكل الوزاره، جاء مين؟ النحاس، هو اللي يعمل المعاهده. طب ناخد وقفه بس كده بسيطه ونقول سؤالين. اختر. ركز معايا. تعطلت، ركز معايا. القضيه الوطنيه اثناء حكومات الأقلية خاصة وزارة واحد أحمد زيور، اثنين محمد محمود، ثلاثة إسماعيل صدقي، أربعة توفيق نسيم.
ركز معايا تاني كده. تعطلت القضية الوطنية أثناء حكومات الأقلية، خاصة في عهد وزارة نقط زيورت سيد محمد محمود توفيق إيه نسيم. طيب سؤال تاني، لما نقول تم فرض الحكم الديكتاتوري على البلاد وتعطيل الحياة النيابية على يد وزارة أحمد زيور محمد محمود توفيق نسيم علي ماهر، سؤال صح وغلط. رفضت انجلترا طلب الوفد بتنظيم العلاقة أثناء الحرب العالمية الثانية. اختار. كان العامل الأساسي في عقد معاهدة 36، العامل الأساسي في عقد معاهدة 36، 1 اقتراب الحرب العالمية الثانية، 2 احتلال إيطاليا الحبشة، 3 التحفظات الأربعة، 4 حزب الوفد. تاني السؤال ده كده، كان العامل الأساسي في عقد معاهدة 36 اضطراب الحرب العالمية الثانية، احتلال إيطاليا الحبشة، تحفظات الأربعة، حزب الإيه؟ الوفد. طيب تمام، ده بالنسبة لإيه؟ لأسئلة الاختيارات اللي على الفقرة اللي فاتت في أزمة الإيه؟ الوزارة. طيب هنتكلم على نصوص معاهدة 36، وهل المعاهدة كانت في صالح مصر ولا في صالح بريطانيا؟ 1 أهو، إنهاء الاحتلال البريطاني بواسطة جلاء قوات إنجلترا مع وجودها في بعض الأماكن. 2 دخول مصر عصبة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة. 3 إلغاء الامتيازات الأجنبية. 4 تقوية الجيش المصري. 5 سحب الموظفين الإنجليز من الجيش والبوليس. 6 حق مصر في عقد معاهدات خارجية ما لم تعارض 36. 7 إعادة الجيش المصري للسودان. ركز معايا بقى، ده نص الاتفاقية. لما قول جلاء القوات الإنجليزية أو انتهاء الاحتلال البريطاني عن مصر بواسطة جلاء قوات إنجلترا، إنجلترا تمشي ما عدا بعض الأماكن المحددة اللي هنتفق عليها. ماشي، هنقول ميزة جلاء إنجلترا هتمشي. دخول مصر عصبة الأمم، مصر دخلت عصبة الأمم خلاص اللي هي هيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية كدولة مستقل، الموضوع انتهى. إلغاء الامتيازات الأجنبية، الامتياز الأجنبي اللي في مصر يتلغي، الأجانب يعاملوا معاملة المصريين والكل السواسية أمام كل شيء، جمارك، محاكم، ضرائب. نبص في 4، تقوية الجيش المصري، طب دي ميزة تقوية الجيش المصري، بس لاحظت فيها مصيبة. قال تقوية الجيش المصري من الدرجة التي تمكنه من الدفاع عن قناة السويس بمفرده، فإذا وصل إلى هذه الدرجة تجلو بعدها القوات الإنجليزية الحليفة، إنجلترا تمشي. طب ما هو عمر الجيش ما هيوصل للمرحلة دي لأن إنجلترا اللي بتديره فتعمل على إضعافه وتخلفه. طيب نشوف اللي بعدها، سحب الموظفين الإنجليز من الجيش، خروجهم من عنصر البوليس، تصبح مصر مسؤولة عن الأجانب
مع الغاء اداره الامن الاوروبي، دي ميزه. حق مصر في عقد المعاهدات الخارجيه ما لم تعارض 36 اعاده الجيش المصري للسودان اللي خرج بعد اغتيال السير لستك. احنا هنبص زي الكتاب موضحها ان هي مزايا، نقول ان هي مزايا كلها مزايا. جلاء انجلترا، الغاء الامتيازات، دخول مصر عصبه الامم، تقويه الجيش، سحب الموظفين الانجليز، مصر بقى لها سياسه خارجيه وتعمل اي معاهدات، الجيش يرجع السودان. تمام، عالجنا بعض الحاجات. نقدر نقول كده يعني اسئله كده بسيطه. لما نقول مثلا اختر، كان جلاء الانجليز عن مصر طبقا لمعاهدة 36 يلغي التحفظ. التحفظ اللي كان بقى الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ماشي كده، ركز فيها. طب سؤال تاني، لما نقول اتنين تقوية الجيش المصري طبقا برضو طبقا لمعاهدة 36 يلغي التحفظ، نفتح قوس، الاول الثاني الثالث الرابع. ثلاثة، سحب الموظفين الانجليز من الجيش والبوليس طبقا لمعاهدة 36 يلغي التحفظ، الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ ركز معايا. ماشي كده، خدنا ثلاث نقط. طيب أربعة، إعادة الجيش المصري للسودان طبقا لمعادلة 36 يلغي التحفظ، الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ شوف برضو كده ونشوف، يعني نقدر نقول هنا فعلا ان الاتفاقية احتوت على ايه؟ على الغاء التحفظات الاربعة. يعني الاتفاقية فعلا عملت على الغاء التحفظات الاربعة، بس هل الاتفاقية هتتم؟ انت هنا لما خدنا في المرحلة الاولى المفاوضات بين مصر وبريطانيا اللي هتبدأ من امتى؟ من يونيو 1920 الى اغسطس 1936 بعقد معاهدة الصداقة. كده خلاص احنا وقفنا هنا الدنيا دلوقتي. هنفضل واقفين من 36 ل 46 لما الحرب تخلص. الحرب هتقوم سنة 1945 1939 ل 45، 7 سنين الحرب، من 39 ل 45. وبعد الحرب نبدأ مفاوضات تانية. ليه مفاوضات من المعاهدة خلاص؟ طبعا نشوف مع بعض. أنا عايز أقول هنا حاجة مهمة جدا، النتائج المترتبة على معاهدة 36 أنا بقول نتائج وفي نفس الوقت نقول المتغيرات. في تغيرات، خاصة تغيرات داخلية. في تغيرات داخلية كتيرة حصلت في مصر. إيه التغير الداخلي؟ أنت أول حاجة عندي أنهيت وقفلت هنا، قفلت إيه؟ صفحة النضال الوطني ضد الإنجليز، وحولت العلاقة بين إنجلترا ومصر من احتلال إلى تحالف ضد قوى المحور الفاشي، مع ظهور أحزاب سياسية جديدة لا تؤمن بالليبرالية. ظهر عندي الإخوان المسلمين ومصر الفتاة وتحالفوا مع الملك ضد حزب الوفد، ده تغير سياسي قوى من سلطة الملك، مع اعتلاء الملك الشاب فاروق عرش البلاد. طيب فاروق لما مسك البلد، فاروق صغير،
اتعين جنبه مين؟ السياسة المخضرم علي باشا ماهر رئيس للديوان الملكي. علي ماهر طبعا ما بيحبش النحاس ولا الملك، مما ادى الى اقالة وزارة النحاس 1937 وعودة حكم حكومات الأقلية لسنة 1942 لمحمد محمود وعلي ماهر وحسن صبري وحسين سري. معلش الوقت عدى سريعا، الأسبوع القادم إن شاء الله معاكم هنكمل المتغيرات الداخلية والمتغيرات الدولية، ونرجع نقول الأسئلة اللي احنا قلناها النهاردة مع رق تحياتي وأجمل أمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هذا أحمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.